خوتي السلام عليكم حبايبي، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وتوحشناكم وتولي توحشونا يتوحشوا الخير خوتي. المهم خوتي، جيت ندخل في واحد الموضوع خوتي، في واحد القصه، وهاد القصه هادية اللي كما نقولوا بقات لي في الذاكره، وحبيت شحال من خطره نحكيها باسكو تفكرتها من داك ننساها من داك نتفكرها، الور تفكرتها قلت ندير قصه انا عليها، خاطش كما قلت لكم القصه هذه ما نقدرش ننساها، واللي هي تاع عمي مصطفى. وعمي مصطفى هذا انسان عرفته انا في لابولغاري، وعمي مصطفى هذا نصحني بزاف حوايج باسكو هو قديم في الغربه، وهو اللي كان ينصحني وانا كي كنت انا جديد. المهم ندخلوا ديكت في الموضوع وتفهموا كيفاش قصتو خوتي وكيفاش عرفتو. هذا عمي مصطفى خوتي زايد في مارسي، هو وهراني من وهران، وزايد في مارسي خاطش باباه كان قديم في فرنسا خدام في مارسي. المهم كي كان في عمره 5 سنين 6 سنين باباه هبطوا للبلاد، باباه هبطوا للبلاد ما خلاهش يكبر في فرنسا، خاطش على جال باش يقرا ويتعلم اللغه وكيما نقولوا باش يندمج مع المجتمع الجزائري. ومن بعد بقى مده في الجزائر، ما حبش باباه يرجعوا لفرنسا. كي بقى مده كيلحق دي زويطون في وهران خدم لاكارت ناسيونال، باسكو كي تلحق تفوت لاج دو مينور تلحق الماجور كيما نقولوا تخدم لاكارت ناسيونال تاعك بيان سور. كي خدم لاكارت ناسيونال الجيريان ولات عنده جنسيه جزائريه، سما ما ولاتش كاع تكزيستي هذيك تاع زاد في فرنسا. ما عليناش 18 سنة 19 سنة 20 سنة كي لحق لاج دو 20 أو 21 حب يعاود يولي الشغل فاق باللي زايد في فرنسا واش راهو يدير في وهران وما كاين والو، حب يولي لفرنسا وين كان وين زاد. وبكري كانت سهلة شوية خوتي، ما كانت صعيبة، طلع ريقلو نورمال بفيزا طلع ريقلو عطاوها له. بصح كي هاد المره كي دخل فرنسا خوتي وبالضبط في مارسي، شغل دخل في واحد الجروب تاع المشاكل تاع السرقه لي كاسي طوموبيلات، هو قبيح، هو شغل خفيف شويه وقبيح تاع مشاكل. ومن بعد كي حكموه كان يدخل الحبس ويخرج، يدخل عام يخرج، من بعد هبطوه اكسبيلسي للجزائر وضربوه بانترديكسيون تاع 5 سنين، سما شغل 5 سنين ما يعاودش يطلع لفرنسا. كي هبطوه ضرب عام في الجزائر عاود طلع هاد المره حرق من البور. وعلى بالكم بكري كانت الحرقه شويه ماشي كيما دوكا، كانت شويه سهله شويه، كانت شويه هذيك النيه ضرب من البور خرج، ما يشعرف شحال ضرب في البابور بصح خرج. زاد راح لمارسيل هذيك البلاصه خاوتي وبقى توجور مع الجروب هذاك وتوجور مشاكل. المهم زادوا حكموه وزادوا حبطوه للجزائر، صافي لا دوزيام فوا. وكي زادوا حبطوه للجزائر زاد قعد بالك واحد 6 شهور 7 شهور هكذاك، هاد المره جاتو صعيبه باش يطلع من البور تاع الجزائر. واش دار هو؟ راح للمروك باش يضرب على سبته، راح للمروك خوتي. هو خرج كيف خرج في بابور دخل اسبانيا موغان، دخل اسبانيا. كي دخل اسبانيا دخل فرنسا زاد عاود راح لمارسي لهاديك البلاصه وين كان بكري عايش فيها ومع هادوك الجماعه. كيف ما حبش يستعقل غير المشاكل، السرقه يكاسي طوموبيلات. المهم
رحت فيه طبيعة هذيك تاع السرقة خوتي. يوم بعد واحد المرة كيفاش قعدت 25 سنة في فرنسا، 25 سنة حراك خوتي، وحكموا عليه 8 سنين حبس. سما 25 سنة في فرنسا بالثمان سنين حبس هذيك، على كل حال طلعوا له بزاف قضايات، طلعوا له بزاف هذيك تاع الانتردكسيو عاود دخل، طلعوا له بزاف قضايات، حكموا عليه ب 8 سنين حبس وخرج. كي خرج هبطوه ديريكت للبلاد خاوتي. عباك وشحال ولاو في عمره؟ قاسه من بالله يا خاوتي، ولا في عمره 56 سنة أقسم بالله، 56 سنة هبطوه للبلاد. شوفوا، ني كوارط ني دار ني افونير ني زواج والو. يا ومن بعد كي هبطوه للجزائر ضرب فيها واحد ما لحقتش عام، واحد 8 شهور 9 شهور هكذاك. وعبالكم كي حبط للجزائر حبط في 2013 في الديبي هكذاك، وبدات صعابه تاع البور هادي، صعابات وسما شغل صعيبه شويه باش تولي تعاود تشوف، مش كيما بكري. هاد المره يخمم يدير فيزا تاع الترك. 2013 دار فيزا تاع الترك، ومن بعد من الترك تخلى بولغاري. كي دخل بولغاري خاوتي، دخلت انا قبله بشهور هكذاك، بعد هو دخل مورايا. انا كنت في الحبس، كي خرجت من الحبس تاع السونتر تاع صوفيا، كي كملت هذيك 7 شهور دخلت داروا لي ترانسفير للديتيشن سونتر فيرمي تاع صوفيا، يعني مركز اللاجئين حبس كوارض. تلاقيت به تماك قلت له انا تماك عرفته في السونتر تاع صوفيا، في السونتر ايميغراسيون حبس كوارد تاع بلغاريا، تما اللي تلاقيت به. يا كي دخلوا هو دخل قبلي على كل حال، بصح كي داروا له انترفيو، عاد كي تدخل السونتر فيرمي يديروا لك انترفيو. في 2014 خرج قانون قال لك الجزائريين يقعدوا 18 شهر ولا يدير الديبور، قانون خرج ما علينا. هو كي داروا له انترفيو جاوا ليه البلغار هكذايا اللي يخدموا في اداره اللاجئين البلغاريه، جابوا تركين واحد الترجمان قبايلي، هو جزائري بصح بلاد قبايل متيزي، كان يترجم خاطش كان يعرف اللغه. يوم بعد دخلوه البيرو قالوا له الترجمان، قال له راهم يقولوا لك يا ولدي 18 شهر تريح هنا، يا ما تخرج ولا جيب لنا الجواز السفر تاعك نحطوك كل البلاد دير ديبور العوده الطوعيه. قال لهم بالوهرانيه، قال الترجمان قال لهم قول له هايدا بالوهرانيه، قول له مانيش مهود للبلاد وسيني 18 عام. قال له 18 عام ماشي 18 شهر، سيني 18 عام لا بغيت هكذا بالوهرانيه قسما بالله. قالوا انا البلاد مانيش مهود عباك خزر فيه البلغاري. قالوا شوف تشوكا، قالوا انا يا 18 شهر ديالك نجوزها حاشاك في التواليت. قالوا مانيش مهود، قالوا ما تعرفش كاع اصلي منين، مغربي ولا تزيري ربي سهل عليك. يوم بعد ما كملوش معاه الانترفيو قال له يا ودي الوهراني قال لهم اعطيني مخده واعطيني الباياس وخليني نروح نرقد، راني مريض راني عيان في راسي. الله يحفظك هكذا اقسم بالله الترجمان هذاك يضحك. يوم بعد ما ضربش 18، وعلى كل حال ضرب 11 شهر، ضرب 11 شهر خرج. كي خرج تميزر في صوفيا في هذيك لا بلغاريا، عباكم دوله اوروبا الشرقيه ما تخدمش ولا غير كلاك بوبي ولا غير تميزر يا خوتي. وكان يبات تحت الكانترا في صوفيا، كان يبات برا
اقسم بالله هو كبير في اللاج، لاج دو 56 سنه في عمره، ما عنده والو ولا غير تميزر. وكان ايامات البرد، كان من داك ينافيكي من داك ما ينافيكيش. المهم لهلا تشوفكم خاوتي. ومن بعد كي جات الحرقه حرق مع زوج مغاربه خاوتي، زوج مغاربه هادوك حرق من لا بولغاري، ضرب بالك واحد شهرين في صوفيا هكداك برا. ومن بعد جات الخرجه، خرج لا سربي، خرج مع واحد زوج مغاربه وما كانوش عنده دراهم قسما بالله، انورو في الجيب ما كاش. المغاربه دخلوه للحدود، ومن بعد كيما نقولوا ما كانوش عنده دراهم، قالوا له يا ودي حنا نحكموا البوس باش نركبوا من المدينه الاولى تاع بولغاري حتى القريه كبيره بعيده واحد 50 كيلومتر خاوتي. اقسم بالله قال لهم انا ما عنديش دراهم وما نطلعش في البوس، قال لهم تحبوا تروحوا روحوا خلوني انا ندبر راسي. راحوا المغاربه، مانيش عارف كيفاش، انا ما كنتش معاهم بصح هو حكى لي، مانيش عارف كيفاش ما خلصولوش ولا مانيش عارف، المهم الله اعلم. والله يا خاوتي واش قال لي، قال لي اقسم بالله مشيت 50 كيلومتر، قال لي والله غير الشهر، قال لي وانا نمشي، قال لي نبات ونمشي نبات، قال لي رجلي تقطعت. اقسم بالله 25 يوم قريب شهر وهو يمشي من القريه حتى المدينه الكبيره في صربيا، وما حابين يحكم طاكسي، قال لي جبال غابات، قال لي من داك تتلفلك قاعيتك وراك رايح، ني تليفون ما عنده والو ولا غير والو خوتي. قال لي رجلي تقطعت 25 يوم مشاها في الغابه خوتي، قسما بالله صنديد والله العظيم غير صنديد. قال لي من داك في الليل نبات في الجبل، قال لي بعد في النهار نحبط نمشي، قال لي حتى لحقت قريه كبيره من تماك حرق في الترا، حرق في الترا وراح للبلغراد عاصمة صربيا، سفرة. المهم خوتي انا دخلت الالمان وشغل كيما نقولوا نسيتو، ما على باليش وين راه، شغل ما جانيش في راسي هكذا، يا شغل تفارقنا في بلغاريا خلاص قلت بالك مانيش عارف وين يروح. قعدت عام في الالمان، عام ونص هكذاك. واحد الخطره باسكو انا بعتوني كي دخلت الالمان، بعتوني لواحد البلاصه جايه في شتوتغارت، واحد القريه صغيره بعيده على شتوتغارت 40 كيلو. ايا قعدت فيها بالك عام هكذاك، هذيك المدينه هذيك قريب عام ونص. وانا من داك ما كنتش نخدم، كنت ندير سبور هكذا في الويكاند كيما هكذا، كنت تشوفوا غابه كيما هادي اللي كانت تجري دوكا هكذا، شغل جايه تشبه الهاديه هكذا، هنا تروح تدير فوتينغ. كنت ندير فوتينغ هكذا، يعني راني نجري حتى نتلاقى به، قسما بالله انا رايح هو جاي خاوتي هكا، خزر فيا هو تن كان يدير فوتينغ. عباكم هو 56 سنه بصح صحيح شويه لاباس به، ويحب سبور، يحب سبور، يموت على سبور خفيف، قسما بالله خوتي خلعت فيها انا. تلاقيت به بعد عام ونص، قسما بالله سبحان الله، هذاك اللي يقول لك غير الجبل اللي ما يتلاقاوش، والله العظيم موغن هذاك اللي يقول لك غير الجبل اللي ما يتلاقاوش، والله غير صح كاينه منها. وانا نسيت وكاع نحيته من راسي، كاع نسيت باللي عمي مصطفى كان في بلغاريا، شغل ما جانيش في راسي حتى نتلاقى به سبحان الله. قلت له واش راك دير هنا عمي مصطفى، قال لي والله غير درت لازيل وعطوني دار هنايا ماشي بعيد عليا بواحد 3 كيلو هكذاك. يسلم عليا عنقني كدا منا وقال لي سبحان الله ومكتوب ربي. قلت له واش راك داير فيها، قال لي والله غير والو، قال لي عبالك عطاولو الكيت، ديجا عطاولو الكيت وكان خايف وين كان يبات، قال لي والله راني نبات 3 سوايع 4 سوايع في الليل، قال لي نخاف يجو يهبطوني، قال لي راني بطار دولو براوات، قال لي ما قبلوليش لازيل تاعي. ايا قلت له عمي مصطفى، قلت له شوف، قلت له انا يا راني في واحد الهايم هنا نبات، قلت له بصح هذيك لادريس تاعي،
وين نبات انا؟ قلت له بصح انا مانيش نبات فيها، خاطش انا راني نبات مع المرا ديالي، وانت نديك نعطيك بلاصتي، نعطيك بلاصتي تبات فيها، ونعطيك له الخزانه تاعي. قسما بالله فرح، عنقني فرح والله العظيم خاوتي. عطيت له الشومبرة تاعي، كانوا فيها زوج تزيريه وانا الثالث، وهذيك البلاصه وين كنت نبات فيها قلت له بات انت فيها، خاطش انايا نبات مع المرا تاعي وهذه خليتها لك. قال لي الله يحفظك بارك الله فيك. المهم عطيت له وين يبات، وخرج من الريسك كيما نقولوا، خرج من لادريس تاعو الاولى، خاطش كان بالطرد والكيت ولازم تبدل باش ما يحوسوش عليك، باش ما تيفيتي ترحيل، فهمتني؟ تيفيتي المشاكل. المهم ولا يبات في هذيك الشومبره اللي عطيتها له انايا، ونبهته قلت له كاين واحد الانسان هنا يخدم في السوسيال، يجي من داك يشوف الناس يعاونهم، و تما شغل رد بالك يشوفك، وكي يشوفك قول له بلي راني جيت زياره. هذا ما كان كيما كان الحال، كان يبات تماك مهني لاباس، ومن داك كان كنت انا وصاحبي والله غير كنا نطيبو، كنا نتهلاو فيه، هو انسان كبير كنا نتهلاو فيه، كنا من داك نمدولو مصروف، احنا خاطش كنا نخدمو في النوار. الو كنا نخدمو في النوار حنايا، كنا نتهلاو فيه، هو ما كانش خدام، وانسان شويه 56 سنه في اللاج، قعد بالك قريب واحد وي مو هكذاك 8 شهور. ومن بعد شغل مع الوقت شغل روتين كره عبالكم، قال لي عبدو، قال لي انا ما نقدرش نريح، قال لي انا قال لي الالمان هذه لازم واحد جان صغير ماشي تاع واحد كبير، واحد كبير ما ينجمش يعيش في الالمان، وهي صح سيفري. قال لي لازم الالمان هذه واحد جان صغير باش يتاقلم، قال لي اللغه هذه صعيبه ما نقدرش نتعلمها، قال لي انا كبير شويه، قال لي نعاود نحبط، قال لي الالمان شابه مليحه، قال لي مي الله غالب. قال لي شوف، قال لي انا نحبط لمارسي، نروح لوين كنت بكري وخليها على ربي وخلاص. قلت له يا خويا تهلا في روحك. واش قال لي؟ والله غير وصاني كاع، قال لي شوف، قال لي انا طايب غربه، قال لي نوصيك وليدي، انت راك كي وليدي، قال لي شوف، قال لي المراه اللي راك معاها، قال لي الا شفتها صالحه، الا شفتها بنت فاميليا، اديها فتح عليها ورفد لها الكرش. والله العظيم غير هكذا خاوتي، وبالك 90% سمعت لك كلامه. قال لي لو كان ما تحملش المراه، قال لي والله غير تعضك الغربه هذه وتبقى تعاني بلا كوارت، قال لي تصيبها ناس ملاح، تصيبها تحبك، قال لي ارفد لها الكرش، قال لي فتح عليها وعيش معها، قال لي تخدم لك الكوارت، ما تبقاش تعاني كيما انا اللي راني 56 سنه ني دار ني مرا ني كوارت ني ديك ني جيبك. قسما بالله خاوتي هكذا، وسمعت له كيما نقولوا انسان كبير ويعرف. المهم تهليت فيه انايا، وعطاني كلام انا تهليت فيه، كنت نافيغي نتهلا فيه، وهو تهلا فيا بالكلام بالخبره تاعو في الغربه، كان ينصحني، كان بزاف عفايس، انا دخلت جديد و فهمتوا خاوتي. المهم هذه كانت قصه تاع عمي مصطفى اللي نحييه على كل حال. من هذاك الوقت للحد الان خاوتي ما زفت شفتو، وما عندي حتى كونتاكت معاه، والمره الاخرى قالوا لي راهو في فرنسا، راهو في فرنسا، مازالوا في مارسي، تلاقاو به جماعه اللي نعرفهم انا تماك، قالوا لي راهو من مصطفى هنايا. المهم ما عنديش كونتاكت معاه، ما حبيت نتصل به، حبيت نعيط له نسقسي عليه، مي انسان كبير ما عندوش نيميرو، ما عندوش فيسبوك، ما عندوش انستغرام، ما عنده والو. المهم كانت قصه هذه اللي ما نساهاش، حبيت نحكيها خاوتي تاع عمي مصطفى، وكيما نقولوا الله يفرج على الجميع خاوتي. والمهم الى يسمع في بالك يدخل، بالك يدخل يشوف اليوتيوب، نحييه انا عمي مصطفى، ديديكاز ليه، عمي مصطفى الوهراني اللي عايش في مارسي. المهم خاوتي كانت قصه تاعو مليحه، عجبتني على بها حكيتها لكم، وكما نقولوا كنت فكر حكايات هكذا صراو لي في الغربه خاوتي نحكي لكم، ماشي مشكل ندير لكم قصات كيما هادوما. المهم خاوتي 20 دقيقه القصه باختصار برك، وتهلاو في روحتكم خاوتي، ونشوفكم ونتلاقوا في الفيديو المقبل ان شاء الله خاوتي، وتحياتي لكم.
وربي يفرج على خوتنا الزواولة ان شاء الله خوتي. سلام عليكم.